لم يشاهد مسلسل الكرتون الشهير فيردي الذي عرض عام 1987. هذا الكرتون الرائع الذي شاهدناه في طفولتنا وكبرنا ونحن ببراءة الأطفال نحمل أجمل الذكريات الرائعة معه. المسلسل يحكي قصة أحد الأعضاء البارزين في مملكة النمل فيردي، حيث يساهم بشكل كبير في جعل حياة أصدقائه الحشرات تسير بشكل أفضل، وفي سبيل ذلك يقوم بالعديد من المغامرات الشيقة ويخوض مغامرات عديدة مع أصدقائه في قصة تدعو إلى حب الخير والشجاعة والكرم وحب التعاون، بالإضافة إلى أنه يصنع الصداقات في البر والبحر. ولكن الأجمل والأجمل هي الدروس التي يصنعها وينشرها ليستفيد منها الجميع. ما هذا؟ ما الذي يصرخ؟ سلم السلم بسرعة، هيا هيا أنا قادم 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 انتبه. عالم النمل يعني النشاط والتعاون، وتمثل كل هذا وأكثر بشخصية النملة فيردي. ففي مجتمع النمل المنظم لا وجود للبطالة، والكل منظم وكل فرد يعرف دوره، ومن يكون خارج هذا الإطار فهو فرد منبوذ مرفوض من كل الجماعة والمجتمع. والنملة فيردي كان لا يعمل ويقضي أغلب أوقاته في الغناء والمرح واللعب. أرجو المعذرة، لقد كانت استعلاماتنا خاطئة، لم أكن أعرف أنك الأول.